إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. عباد الله، لقد كثرت الفتن في هذا الزمان وعمت أنواع من المصائب، ومن هذا ما طال هذه البلاد من تلك المحاولات التي فيها استهداف لنفط المسلمين وأمن المجتمع. ولا شك أن هذه الحوادث المؤسفة التي صدرت بها البيانات وجاءت بها الأخبار إنها تؤلم الإنسان المسلم، لأن في هذه المخططات لو قامت وحصلت لكان في ذلك الأمر الشنيع والهلاك والتدمير والقتل والتخريب. ودين الإسلام يكفل للمسلمين الأمن، ويريد أن يقوم المجتمع المسلم على الأمن والأمان والإيمان. ولذلك فإن مما يؤلم المرء أن يكون من أبناء المسلمين من هو مستخدم أو مدفوع أو مغرر به في مثل هذه المخططات. ولا شك أن من البلاء أن يكون أبناؤنا أحجاراً يحركون، ولا شك أن عدم معرفة مصالح الشريعة والمفاسد التي تناقض ما جاءت به من ضمن ما يسبب انخداع بعض هؤلاء. وهذه الأخبار والبيانات فيها مسألة التكفير والتفجير، وكذلك البيعة واستهداف النفط ونحو ذلك. وقد سبق الكلام باستفاضة عن بعض هذه الأمور، ولا بد من معرفة الحكم الشرعي وماذا جاء في الشريعة بشأن بعض هذه القضايا الكبيرة والخطيرة. أولاً، لا بد من معرفة أن الحق في الكتاب والسنة، ولما كان كل من يحاول أمراً في المسلمين يستشهد بالكتاب والسنة كان لا بد من الرجوع للسلف الصالح رحمهم الله في فهمهم للكتاب والسنة. فإن فهم الكتاب والسنة إذا لم ينضبط فإن لكل مبتدع أو مفسد أن يحتج بآيات وأحاديث. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وثانياً، إن الأخذ عن أعداء الإسلام والائتمار بأمرهم والاندفاع بمخططاتهم، وكذلك ما حصل منهم من اختراقات لكثير من الصهوف الإسلامية في هذا الأوان، إن طاعة هؤلاء فيما يدبرون مصيبة عظيمة. ونحن نعرف أن المصائب التي حلت بالأمة في دينها كانت أساساً من الأخذ عن هذه العناصر الأجنبية الدخيلة على الدين. فالقدرية كانت بدعتهم من المجوس، وأخذ أهل التعطيل في أسماء الله وصفاته بدعتهم عن اليهود والمشركين والصابئين، وأخذ الفلاسفة والمتكلمون
الذين أدخلوا علم الكلام في عقيدة هذه الأمة أخذوا مذهبهم عن اليونان، وأخذت الحلولية الذين نشأوا في طوائف من أهل التصوف مذهبهم عن النصارى، وكذلك أخذ بعض هؤلاء المغالين ممن ينتسب إلى العبادة بدعتهم عن الهنود والنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقد كان الصحابة بالمرصاد للخوارج الذين مرقوا على حين خلاف بين المسلمين، فتصدوا لهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تصدى لعصابة الخوارج فقاتلهم، وقتل منهم من قتل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويكفرون عموم المسلمين، وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كانت فتنة التكفير من الفتن التي هبت أعاصيرها على الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال العلماء: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقد بين العلماء رحمهم الله أن الكفر إذا كان ببرهان فلا بد من بيانه لصاحبه ولا يجوز السكوت عنه، وأن فتنة المرجئة وبدعتها الذين قالوا في مقابل الخوارج لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما قضية الدماء فقد جاءت الشريعة بحفظ دماء المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم.